بنتي من نهار اللي تزادت وانا كنعاني بها وقع لي مشكل في النيفة يا عاد 19 عام دابا ما كان زاد في حتى حاجه ونهار سبع ايام تزيد دم النيفة كحل ما خليت ديت السبيطار نعسوا ليا تكال ليا النيفة في ست ايام تكال ليا وانا يا من تما وانا كنعاني معاه انا باقي نعاني مع دات ثلاثة العمليات تجميل وباقا لا وحده اخرى ما عنديش باش نديرها لها دابا راه كما كتسمع ما كتهضر راني كنديها ونجيبها دابا للسبيطار وقع لي ليها المشكل جبدوا لي البونطوز ما عرفت ما خليت فين ديتها ديتها واش ردوها رديتها لهم ثاني نعسوها صافي ما داوها ليا ما والو خرجت للدار وكنطلب من هاد الناس يعاونوني في هاد العمليه باقا ليها درت ليها سته وباقا ليها سبعه ديال الجميل درتها في في ميريزكو 34 أربعة ودرت درت لها ستة العمليات وقع لي أنا شي مشكل في راسي بركت مرات وملي ديتها للطبيب خرج خرج لي انتريت ودابا أنا شادة مع واحد خرو ولا كان ما عيط عليا ما والو أنا باقا كنتسنى حيدو لها من من جبهتها دارو لها في النيفا وحيدو لها من فخدها دارو لها في جبهتها وحيدو لها القروش من الضلوع التحتانيين باش وقفوا خيطوا لها داك اللحم الاخر اللي دا زادوها باش زادوا لها داك قادوا لها نيفه ولكن كان لها وحده ديال جميل هي اللي باقا ما كتهضر ما كتسمع أو ما والو وما تليش نقدر نخليها بوحدها في ما خرج نخرج معايا حاديه معاها على بزاف حاديه معاها ما ماتليتش ما نخرج حتى لبلاصه الا ديتها معايا ما نخرجها والو ما كتسمع ما كتهضر ما والو الا إيه ما عطيتها الحاجه ما تاكلها ضروري خاصنا نكون انا معاها في ما مشيت خاصها تكون معايا انايا واحد قال لي منيول ديال الجميل وجهها كي غادي يديروا لها وجهها كامل وجهها كامل غادي يديروا لها العمليه ولكن انا الغالب الله ما عنديش باش ندير لها بالفلوس عنديش باش ندير لها والو الله هو اللي غالبه كيفاش خرجت دم النيفه خرجت دم النيفه يومين هو داز قدام من نيفة ومشيت هزيتها للسبيطار نيت في والدها شدو انا عسوا ست ايام تكال نيفا ما عرفت داكشي اشنا هويا من اللي بقيت هكا كنقلب وداكشي لقيت فيها الدوده دة عندها جوج تاكل من هاد الراس وتاكل من هاد الراس صافي ست نيفة قاعد صفي تكال صافي حيدت ليها داكشي وبقيت كنداوي فيها عاود صافي كملت 13 عام ديت لي العمليات ديت عند داك نيت السيد في السبيطار هو اللي تكلف ليا بها دار ليا سته العمليات ولا كان والله مرة تانية، مشيت لقيتو خرج لانتريت ودرك راه باقا ما رديتها ليهم والو واخا عيط عليا واحد باقا ما ما رديتهاش ليهم ما عنديش باش نردها عاد دابا غنشوف ندير راميد ولا باقا ما رديتها ما والو انا كنطلب من المحسنين يعاونوني عليها كيما <applause> شفتو مع هاد السيده راه ما قدراتش مسكينه تهضر هذه هي البنيته ديالها كما كتقول لكم راه ما تزادتش بحال هكا يعني داكشي كان من بعد الولاده من بعد سبع ايام هذه هاد المرض ديالها واليوم كتقول لك اللي كيعرفها كي في الزنقه كيخرج كيستهزا كي منها كيضحك عليها واللي ما كيعرفهاش كي كيخاف منها لان الوجه ديالها كله تشوه راه انتما غتشوفوا معنا ودابا الله يجازيكم بخير المحسنين والمحسنات والناس اللي يقدروا يتعاونوا معها واللي قدر يدير شي حاجه واللي قدر يتعاون معها بشي حاجه الله يرحم الوالدين حنت مطلوبه لها عمليه وهي ما عندها شي حاجه والمراه ما عرفاتش مسكينه تهضر ما قدرت ما ما تقول والو عندها بزاف ما تقول ولكن ما قادرش تهضر لان اول مره كتدير مع الكاميرا واللي يقدر يتعاون معاها واللي يقدر يدير شي حاجه لان غادي يتكلف بهذا وكنوجه نداء للدكتور تازي الله يجازيه بخير لان تيشد الحالات وهذه وهذه الحالات هي مسكينه راه حاله خاصه